رهف من أول مرة شفتك يعني شعور يقول لي أنك بتكوني شيء كبير في حياتي، وعدت نفسي أني أسوي المستحيل عشان أكون معك، ومهما يصير ما رح ارتاح إلا وأنت عندي. لين الحين أذكر اليوم اللي قلت لأمي أني لقيت البنت اللي بكمل حياتي معها. الأمر ما كان سهل، أنت من دولة ثانية وعايشة في دولة ثالثة، شون بعرفك؟ شون بحصل معلومات عنك؟ شون بقنع أهلك فيني؟ والأهم شون بقنعك أنت فيني؟ سلمت أمري لله ودعيت ربي لو كنت خير لي يقربك لي. واجهت مشكلة دعيت ربي وسعيت لك. كنت واثق إذا ربي كاتبنا البعض أمرنا بيمشي مهما التحديات، وبفضل ربي كل العواقب اللي كنت متوقعها مرت بسهولة. تذكرين أول أيام اللي تكلمنا فيها؟ بسرعة عرفت شخصيتك وحبيتك، وانت كنت شاك بكلامي. شون شخص يحب بهالسرعة؟ وكنتي تقولين ما مداك تعرفني عدل، شلون حبيتني؟ وقلت لك أني عرفتك كفاية عشان أخذ قراري، وهم ما صدقتيني. ما ضايقني هالشي، بالعكس خليته تحدي عشان أثبت لك أني غير الناس وأني صدق أحبك. وهذا أنا اليوم حبيبك وزوجك، وحاليا في باريس أعد الثواني لين ما أخذك من بيت أهلك وأخليك عندي للأبد. رهف، أنا أحبك وأعشقك ومستعد أسوي المستحيل بس عشان أشوف ابتسامتك.